عيني على السجاد بتموت فوق الظلم والجار مات اليوم مسموم لما انسقى السم يا ويلي ومرده وجبده طاح الباقر عليه وضل الوالي يحوم التفت له وقال بسك لا تنوح التفت له وقال بسك لا تنوح ان كان ظل عندك دمع خليه لحسين يا ابني جبت من العطش من فطر نصين ولا لي طفل ما بين دي يبسا ام مفتوح انا اموت يا ابني وانت رجبك فان وشيعوني للقبر وتهل الاجفان وحسين ظل ثلاث ايام عريان والدفن بلا جفن والراس مقطوع صح ونادي وحسينا انا ولو مسموم يا ابني وجبدي انعار لكن بعد غير الجبد ما صاب نسوار وحسين بحجارة ضرب وسيوف وحراب واسهام كثرة صابت ويوم اشد يوم سيدي وقام الامام الباقر بتجهيز الامام زين العابدين واذا بالامام الباقر يقوم من جسده اتخذ له زاوية وضع رأسه بين ركبته واعتلى منه البكاء والنحيب قال له سيدي لماذا تبكي تأمروننا بالصبر وعند المصائب والنوائب تجزعون قال لهم الإمام لا تلوموني فوالله قد رأيت أثر الجهم على صدري ورأيت أثر الصياط على بدني أقول سيدي مولاي شفت هالأثر ما تحملت شلون الإمام زين العابدين جابوا له قطعة بارية وجمعها وصالة ولفع سعين العمى ودنق وشاله وحط بوسط قبره وتخاصر والحنان وشمه بنحره والضماير تسحر بنار لقضي ابويا بالبجلال ونار غارك ما شفنا مجفنينا في بواري عاد هنا هنا اللي شيء يقطع القلب يا موالي الإمام زين العابدين أسألك جمع أوصاله بشنو ببارية ها تعال شوف هالمشهد هذا شلون جمعت أوصال ولدها شو تقول بأبي يوم تقول أفتر وحد بالليل وامشي على الجدام قوة اي جاءتها اجت الزهر افتر وحدي بالليل وامشي على الجدم قوة لقيتك وذر فوق القاع واقول هو مو هو ما عرفت ولده الضربة على الضربة والطعن على الطعن شلون تعرف ولدها ش عنده الشمر وياي هاجم من حرك سوا سويت سيدتي قالت فرشت عبايتي حلقا يوم العاشر بعاشور وبيدي قمت لم جسمك
ولقيتش كم طلع مكسور، لقيتش ويا من كبدك، لقيت الخنصر المبتور.